السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم كريبتو انفستيفلي. ألم لدينا شرح عن موقع ليا تي ار اكس. قبل البدء في الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر اللايك نتمنى ان شاء الله، كما ترون معي هذه واجهة الموقع. أول شيء هنا تقوم بوضع الموبايل نمبر واللوجين باسورد والسكيورتي باسورد، تدخلون الانفايت كود والكابتشا كما ترون معي، تضغط على ساين اب، بعد ذلك تقوم بالدخول إلى حسابك. كما ترون معي هذه واجهة الموقع، سيعطيك 20 تي ار اكس في التوتال بالانس عند التسجيل مجانا، يمكنك السحب منها بعد الايداع. كما ترون معي طبعا هنا الولت اكاونت او التوتال بالانس، وهنا الاحالات، رصيد الاحالات، وهنا سجد بعض المعلومات، هنا بعض الداتا كما ترون معي، يمكنك قراءة هذه الاشياء. هنا سجد التريدينغ كما ترون معي، هنا ايضا التريدينغ ليست، وهنا ستجد الخطط الموجودة في الموقع. كما ترون معي يوجد عدة خطط، مثلا الخطة الأولى هنا تضغط على Participating Investments، هنا Starting Amount من 500 TRX والماكس Investment Amount 10,000 TRX، السايكل يوم واحد و Daily Interest Rate 8% كما ترون معي، Number of Investments 2، و تقوم بوضع هنا الأمانت و السكيورتي باسورد والضغط على participating investment، وستتفعل لديك الخطة. هنا في الشير سجد رابط الإحالة الخاص بك، يمكنك مشاركته والربح من الإحالات، تقوم بأخذ كوبي، وهنا الكيو آر كود كما ترون معي. طبعا ستجد إحالتك هنا في التيم، سيظهر لديك إحالتك هنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. أيضا هنا ستجد الوايت بيبر الخاصة بالموقع كما ترون معي، انتظر قليلا. طبعا سنرجع للوايت بيبر. هنا البروفيت ليست كما ترون معي، سجل هنا البروفيت ليست الخاصه بك. اول شيء سنقوم بالايداع، تاتي من هنا الى ديبوزيت، تختار ماينر ابجريد، وتقوم باخذ من هنا الادرس كوبي. طبعا الحد الادنى للايداع هو 10 تي ار اكس، تقوم باخذها من هنا كوبي وتقوم بالايداع. نقوم بإدخال هنا 10 تي ار اكس، نضغط على سند وساين، كما ترون معي ترانزكشن سبميتد. الآن نضغط على دون ونضغط على ريتشارج كومبليتد، وسننتظر وصول الإيداع الخاص بنا. طبعا نسجد الماينر ابجريد، من هنا تقوم بالتحويل إلى الماينر اكونت كما ترون معي. هنا النوتيفيكيشن سجد بعض المعلومات عن الموقع، مثلا هنا في الخطة الأولى من 10 إلى 3000 تي ار اكس تحصل على 8.8% يوميا، إلى غير ذلك من هذه الخطط كلها. وهنا سجد مثلا هنا أرباح الإحالات 17 على الليفل الأول، و2% على الليفل الثاني، و1% على الليفل الثالث. وهنا الأوفيشال كاستمر سيرفيس، التليجرام كما ترون معي، وهنا الأوفيشال شانل، والوايت بيبر كما ترون معي. طبعا كما ترون قد وصل الايداع بنجاح. الان يمكننا السحب، نقوم باخذ الادرس الخاصه بنا من هنا كوبي، ونقوم بالسحب كما ترون معي، نقوم بادخالها هنا ونقوم بادخال المبلغ. كما ترون معي تم السحب. الان سننتظر وصول السحب الخاص بنا. طبعا هنا سجد التليجرام الخاص بهم كما ترون معي كما قلنا، وهنا النوتيفيكيشن. طبعا نذهب لنتأكد من وصول السحب الخاص بنا، سننتظر قليلا. كما ترون معي قد وصل السحب بنجاح، 2.64 تي ار اكس كما ترون هنا. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الموقع، أتمنى أن يعجبكم الشرح، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر اللايك، نستمر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.